اصبر اصبر معلش 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 شوي تفضل طال عمرك ايش قلبنا مصنع ولا ايه تفضل معلش لك الو بس ها اوه تفضل تفضل ايه خلاص الله يستر عليك ايوه اسمعني انت وياه ايوه اسمعني انت وياه الله الله الحين قبل ما تطلعون بس في شيء خربان برا بدكم تضبطونه عرفتم كيف؟ صح يا استاذ الرياض ومن يوم ورايح انتم مفصولين من عرض حي استاهلوا ايوه ذا اللي نبغاه ايوه ذا اللي يعني انا شايفهم مبسوطين هناك مره على برا انا شفتهم على برا يا ملك برا على برا يا مين قال وابشركم شفتوا سواليفنا اللي هنا نقولها صاروا يقولون هناك يعني معلش معلش رياض رياض عندهم خبره اخذ اليو اس بي حق المحتوى واعطاه للشبكه بعد المصنع بالله كلمنا عن الحيوانات الاليفه كيف تربيتها الله بالله علمنا نكتة سامي اللي قالها حقة الموضوع مو كذا يا رياض ايش الموضوع انه احنا رحنا نمثلكم يعني وان شاء الله انه مثلناكم خير تمثيل والله مثلناكم خير تمثيل ليش يعني بس دقيقة دقيقة ايش بالله يا شباب اصبروا 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 قصة الحلاقة اللي سويتها بالله قلنا اياها اللي قلتها كانت حلوة بصراحة يعني كيف الدوام 12 ساعة شيل كراتين الحلقتين كاملة يا رياض ها واضح انك تفرشين الحلقتين كاملة لا انا شايف مبسوطين وقمة الابتسامة كيف كنت مرة عبد الرحمن ومجد كمان عبد الرحمن قاسم وقاعدين يلعبوا كورة وهذا طلع فوق فين الكلام هذا في عرض مغمى عليه لا ولا والله احنا حبينا نجدد يعني انت عارف في شيء قلته انت في سامي في شيء قلته كذا انت انه الانسان لابد في كلام كذا قوي قلته والله انك متابع يا رياض ايوه حتى سامي قال والله ماني مصدق يعني وين خبي هذا الكلام حتى سامي تفاجأ انا تعلمت منكم هنا ورحت هناك طبق الكلام عيد الكلام اللي تذكر والله ما ادري يعني هو نسي نسي كيف كويس الولد معلم انه هو سياسة القطيع يعني الواحد سياسة القطيع نعم لا يكون زي سياسة القطيع يعني انت عارفين من القطيع القطيع قاعد تسقط علينا القطيع قاعد قاطع بعد ايه اسقاطه كمان يسقط علينا والله يسعدني والله هنا عندهم حاجه مميزه اصبر اصبر قاطع من جد ايش يعني هناك عندهم ميزه ما يتقاطعوا مع بعض كثير ايوه علي علي يعني. علي ما اشتكاهم يعني يوزعوا الكلام بينهم ايش قصدك رايك يا مازن الله 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 انا اقول لك الله 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 وضح كلامك يعني خليك فاهم شوف والله شايف شايف كيف كيف في تقاطعات يا اخي انا جتني معلومه من واحد يعني يعمل في الثنتين اقول اسمك خلاص معروف المهم يقول نحن اكثر تنظيما من المصنع بس رياض واضح لا حد يقرب لا بس دقيقة دقيقة بس دقيقة دقيقة نعم مجدي وعبد الرحمن كيف قلوبكم طوعتكم تشاركون بالبرنامج غير احنا رحنا نمثلكم فقط نمثلكم نعم. هم قالوا يبوا واحد من فريق برق وواحد من فريق ترند رحنا نمثلكم فرحنا نمثلكم بس تمثلنا تقول انه احنا عندنا تقاطعات نقال علوم نقال علوم نقال علوم ها ما قلنا هو قال سياسة قطيع هذا في موضوع سياسة القطيع كانت في موضوع وجاني خبر انكم قلتوا لوليد با صالح انه برنامجنا مزعج في تنمر لا والله لا اللي قال لك هذا الخبر كذاب لا لا ما في احد كذاب لا 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 دقيقه دقيقه يعني ما صدق في هذا النقطه او يمزح لا لا مجدي رياض 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 لازم يتحاسبون والله نعم ايش رايكم يعطونا يعطونا الان ترى هذه انا ما اعطيتك اياها هي جايه معك بلبسها ما عليك شوف اسمع هذه تبعك هو فسخ الجيكيت وخلى لا عشان خلاص انتم ما تبونه يعني يا رياض طيب ما حنضمنهم ترى الاسبوع ما يبغون لا لا احنا بنروح المصنع عشان اسمع 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 الكلام يقول عبد الله فهد ممكن الاسبوع الجاي تحصل عبد الرحمن في المونيتور ما نضمنهم ما احنا ضامنين والفهيد يلمح الجواب الكافي ما تضمنهم الاسبوع الجاي تحصل واحد هنا برضه في المصنع لا لا ما نضمن شباب احنا برنامجنا ما حد يطلع منه مصنع واربع قول اخر مره اتركونا ما تبغانا انت ما تبغانا وهذا احنا مجلسنا مجلس هنا خلاص والله عليكم خمسة اصبر 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 تعال تعال خلينا نروح يا عبد الرحمن ندور مجلس ما فيه نفس ثقيلة لا هذا الناس والليل لا ناوي روح الناس والليل روح ذاك من الناس والليل روح الناس والليل روح الناس والليل كذا ينفع نخش الناس والليل اسمع 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 ولك الو ينقدوا عليكم والله ينقدوا عليكم شباب شباب اسمع 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 قبل ما تروحون قبل ما تروحون قصدي ان شاء الله ما تروحون بس اسمعوني انا بصراحة زعلان عليكم تدرون ليش ليش يا استاذ رياض يعني أباكم توعدني ما تروحون ثاني مرة. والله لك مني وعد إن أنا ما أروح ثاني مرة. الله وعد إيش تدري. الأسبوع الجاي نشارك. وعد مني. يعني وعد شرف. حلو حلو. ما دخلوا شرف. يعني خلاص راضين عنا إن شاء الله. ما بتروحون لهم أبد. والله أتي بالصراحة. إيه؟ والله جوهم بيض. قول 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 هنا يا زلمة اسمعوني. يعني. مقلي مقلي. قول هنا جوهم إيش؟ اسمع يا صالح وسامي ووليد وسمراني و. ومتعب انا حاب اقول يا حبايبي اهل المصنع رمضان قريب
رمضان قريب ولا رمضان؟ انا اقول شهادة الحق رمضان قريب. جوكم قريب. هنا هنا جوكم في برنامج عشان يقصون الاعلام الجديد. اصبر عشان توصل لهم ما يشوفون الحلقه. اسمعوا وعوا من عاش مات. لا 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 هذه عمر بن عبد العزيز. خلاص هو كمان ما وعوا. اسمعوا يا اهل المصنع. عمر بن عبد. اصبر 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 ومن يتابع. اصبر بس في لوجو خلينا نشيله من هنا. يلا وش ذنبه هذا؟ هذا اللوجو انا اقول لك شو. اسمع اسمعوا يا اهل المصنع. ضدهم. خلي يطلع الحال. شخصا شخصا واحدا واحدا من اولكم الى تاليكم من القصيم الى الرياض. برنامجكم نعم برنامج يعتبر نوع من انواع الاكل. نعم ايش هو؟ شوكولاته. لا غلط. برنامجكم برنامج بيض. صح ولا لا يا شباب؟ خلاص تحيه تحيه لهم. ايوه خلاص ونعتذر نعتذر من اخواننا عرض حي اعتذار يليق فيهم. بس نعم بس اخر شيء يعني بما انكم لابسين اللبس هذا في غرض جيبوه والله لي. وين لك؟ في غرض والله انا اشغلهم شويه. لابسين المصنع. لابسين المصنع مسويين انهم مناديب. اي جيبوه جيبوه معك جيبوه معك اثنين. في ريحه حراق يا اخي. ها؟ تدري شغلهم 12 ساعه؟ لا تعبي عبد الرحمن قاسم. جبنا اليكم كاتشبا. جبنا اليكم طرشي. وطرشيا. الله يعطيكم العافيه شكرا لك. لا تاكله. يا رب انك اقول لك شيء اقول لك شيء كلمه حق حسين هذا المعد. اللي قاعد يخليه ياخذ شخصية الأسبوع من القوة التاسعة أنا مخليني فار تجارب. شوف لا لسه 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 طيب صدقني صدقني عنده هذا إيه خلاص 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 لا بكم ما تطلعون الأسبوع الجاي خلاص والله وعد وعد رجال خلاص تم.